السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي طقس العرب في السعودية، نرحب بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية التي سنتحدث فيها عن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة للمملكة خلال الساعات القادمة وأيضا خلال الأيام القادمة بإذن الله. المحاور التي سنستعرضها في هذه النشرة هي الطقس المستقر في عموم المناطق، لكن رياح نشطة متوقعة أن تهب على مدينة جدة بشكل يومي خلال ساعات الصباح خلال الأيام القادمة، تشتد تحديدا يوم الجمعة، وطقس بارد نسبيا ليلا في المناطق الداخلية والصحراوية. كالعادة، صور الأقمار الصناعية الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم توضح خلو عموم مناطق المملكة من الغيوم، حيث ساد طقس صافي في عموم منطقة الجزيرة العربية باستثناء بعض الغيوم العالية التي عبرت أقصى جنوب المملكة على الحدود السعودية اليمنية، هي بقايا الحالة المدارية التي أثرت على بحر العرب. نذهب الآن وإياكم لخرائط درجات الحرارة السطحية المتوقعة من يوم الثلاثاء وحتى يوم الجمعة بإذن الله، حيث لاحظ استمرار لدرجات الحرارة الأقل من المعتاد لمثل هذا الوقت من العام بقليل، حيث تبقى الكتلة الهوائية ذات درجات الحرارة الأقل من المعتاد بالتأثير على المنطقة بسبب سيطرة لمرتفع جوي في الجزيرة العربية. هذه الأجواء متوقعة أن تستمر حتى عطلة نهاية الأسبوع. أيضا درجات الحرارة ليلا تكون مائلة للبرودة إلى باردة نسبيا فوق المناطق الداخلية، لكن يكون الطقس معتدل إلى مائل للدفء إلى دافئ في المناطق الساحلية سواء المطلة على البحر الأحمر أو المطلة على الخليج العربي. بالنسبة للرياح النشطة على مدينة جدة نستعرضها في هذه الخريطة، حيث تهب رياح شرقية نشطة بشكل يومي خلال ساعات الصباح، هي ناتجة عن تمركز لمرتفع جوي مرافق لهذه الكتلة الهوائية ذات درجات الحرارة الأقل من المعتاد في وسط المملكة العربية السعودية. هذا الفرق الحراري بين المناطق الداخلية والسواحل يعمل على هبوب هذه الرياح الشرقية النشطة خلال ساعات الصباح بشكل يومي خلال الأيام القادمة، تشتد يوم الجمعة تحديدا حيث تعمل على إثارة الأتربة والغبار. بالنسبة لهذه الليلة توقعات الجوية للعاصمة الرياض، حيث يسود الطقس صافي مع 20 درجة مئوية، أما الثلاث أيام القادمة 32 درجة مئوية كحرارة عظمى، أما الصغرى 20 درجة مئوية خلال أيام الأربعاء والخميس والجمعة بإذن الله. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، إلى اللقاء.